انتهت زيارة المبعوثين من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا إلى الخرطوم، زيارة قصيرة لكنها حملت رسائل كثيرة، لقاءات مع الفاعلين في المشهد السياسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه وشركاء السلام وتحالف الحرية والتغيير بمساريه المجلس المركزي والميثاق الوطني. شدد فيها الوفد على أهمية العمل لتهيئة بيئة مواتية لنجاح العملية التي ييسرها اليونيتامز والاتحاد الإفريقي والإيجات. الزيارة حملت قلق المبعوثين من أن السودان قد يخسر مبالغ طائلة من المساعدات التنموية المقدمة من البنك الدولي. بالنسبة للدعم الاقتصادي هم واضحين جدا، الأوروبيين رابطين الدعم الاقتصادي بتكوين حكومة مدنية قبل قيام الحكومة المدنية، ليسوا على استعداد لتقديم أي شكل من أشكال الدعم، ربطوا الوضع السياسي بالوضع الاقتصادي. المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير رحب بالبيان الختامي لزيارة المبعوثين الأوروبيين مشيرا إلى أنه ينسجم مع مطالب السودانيين. الموقف بموجب البيان الصادر من مجموعة المبعوثين الثمانية هو موقف إيجابي جدا للغاية، موقف واضح جدا أنه يدعم تطلعات السودانيين في استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. البيان الختامي للزيارة حمل قلق المبعوثين الأوروبيين من إعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة أخرى وبضرورة رفع حالة الطوارئ وتشكيل حكومة مدنية. دوافع الخوف من انزلاق السودان هو ما دفع المجتمع الدولي للتحرك بحسب البعض. من الواضح أن شبح الانزلاق نفسه بات قريبا جدا مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لحماية السودان من هذا السيناريو. فهذه الزيارة هي تؤكد أن السودان في منطقة حساسة ينظر إليه من العالم بأنه نقطة مهمة، وبالذات بعد الثورة التي انتصرت على نظام عمره 30 سنة. مخاوف السودانيين من مستقبل العملية السياسية في السودان عبر عنه البيان الذي أصدر بعد ختام زيارة المبعوثين الأوروبيين إلى السودان. مخاوف سياسية وأمنية وأخرى اقتصادية هي في أمس الحاجة لحلول جذرية أكثر من أي وقت مضى. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم.